غادي نوريكم ونشرح لكم اليوم في هذا الفيديو واحد العقار اللي بمواصفات مختلفه، فيه جوج ديال الواجهات. اول حاجه اللي تات الانتباه ديالي وشدتني باش نصور لكم هذا العقار هو فيه جوج ديال الواجهات متقابلتين. زائد الثانيه هي ان الثمن ديالو ثمن اللي جد منافس السوق، بالثمن ابتداء من 46 مليون، كيهضروا على 4 متاج كما اكد لي صاحب هذا العقار. بالنسبه للطابق الرابع حسب 46، الطابق الثالث ب 47، وبالنسبه للطبق الاول حسبوا ب 48 مليون. جا هذا العقار هذا في عماره اللي فيها 4 ديال الطوابق، وكل طابق فيه فقط 3 ديال الشقق، وكاينه كاين لاسانسور وكاين المرآة ديال السيارات. انا عطيتكم معلومات كلها على هذا العقار باش الانسان اللي كان مهتم راه يتابع معايا الفيديو حتى الاخر، لانه بصح هميزه وهميزه ممتازه، لان قلما كنحط بحال هذه العروض العقاريه باش نلقى شقه بجوج ديال الواجهات بثمن ديال 46، راه دابا قلالت ولات بحال هذه مثلا نلقاها في بلاصه اخرى غادي نقول لكم ب 70 ولا ربما. اذا اعزائي المشاهدين مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقاريه المتميزه والعروض العقاريه الشيقه. الباب ديال الدخله ديالنا كله مصيب، ولا باب اللي هو مقاوم للكسر، داك البيبان اللي هما جداد، داك البيبان اللي كيجيو امبورتي كيركبوا كيجيو مقادين. اما بالنسبه للصالون ديالنا فهو صالون كبير بالاضاءه ديال الليد وبالريدويات ديالو ديال الالومنيوم، وكذلك الاطلاله عنده واحد الاطلاله واحد لافيو اللي هي طويله، واحد الشوفه اللي هي طويله ما قدامكش شي حاجه بالرؤيه. هذه الحاجه ولا ميزه اللي زوينه في هذا العقار ديال اليوم. الصالون هانتوما كتشوفوه كي داير، واللي بصح كما قلت لكم في الاول بان الحاجه اللي تارت الانتباه ديالي هي انه جوج ديال الواجهات متقابلتين، وبصح ما عنديش عقار ولا ما عندناش مثلا في دابا حاليا في العروض مثلا عقار بحال هذه النوعيه هذه بهذا الثمن هذا. كنتسنى وكنتمنى يكون هذا العقار من نصيب ديال احد المشاهدين، راه مازال في الطبق الاول ومازال لهم في الطبق الثالث ومازال لهم كذلك في الطبق الرابع. اما بالنسبه للمطبخ ديالنا فيه بالكون، وعلى ديك البالكونات فكاينين جوج عندهم البالكونات في هذا العقار هذا. بالكون خارج من المطبخ اللي هو هذا كما كتشوفوا معايا، فيه كاين البلاصه فين كدير الثلاجه ديالك، بلاصه فين دير لاوط، بلاصه فين دير الفرن، وهو اللي كبير مطبخ اللي كبير ديال اطلاله شموليه على المطبخ. رايك فيه ان الانسان مثلا اللي بغى يشوف الديتاي ديال هذا العقار هذا فيك فيه انه يتصل بيا ويجي يشوفو عن كتب، وانا راه الاشاره ديالكم جميعا اعزائي المشاهدين. حتى نتوما اذا كان عندكم شي عقار وبغيتو توضعوه في البيع فانا راه الخدمه وراه الاشاره ديالكم جميعا. حتى بالنسبه للبالكون، بالكون اللي هو كبير ماشي صغير، دايرين فيه البلاصه ديال الشوفو والبلاصه ديال الماكينه ديال التصبيغ. وبالنسبه للاطلاله كما قلت لكم واحد الاطلاله اللي هي شامله، واحد الاطلاله اللي جايه موجهه للجهه الجنوبيه. الناس اللي كتقلب على الشميشه راه هذا هو العقار اللي كتفكر فيه، وكنتمنى من القلب انه يكون في المكتب ديال احد المشاهدين اللي كيشوفوا هذا الفيديو. واللي نوصيكم عليه هي ما تنساوش البارطاج مع العائله والاهل والاصحاب وكذلك الجيران ديالكم. ربما يكون شي واحد كيقلب على عقار بحال هذا وما عارف فين كاين، فما علينا الاتصال والتواصل معي وانا راه الخدمه. وعلى ديك البلاصه كما قلت لكم فين كاين، هنا كنتواجد على مقربه من واحد من اكبر الاحياء بمدينه مكناس، الا هو حي المنصور، واحد من الاحياء اللي كتلقى فيها المرافق مثلا اللي بغيتي كامله. بغيتي مثلا المواصلات لوليدات كاينين، بغيتي مثلا تقري وليداتك في مدرسه حكوميه ولا مدرسه بوبليك ولا مدرسه ديال مدرسه بريفي راه كاينين. هنا بالنسبه للطبق الاول هو الوحيد اللي فيه هاد لاكور هادي الدوزه. بالنسبة لنا هنا حمام أول، عندنا غادي نشاهدو الغرفة الثانية. شفنا الغرفة الأولى والغرفة الثانية، غرف اللي فيهم في الأرضية ديالهم فيهم هاد في هذا الباركين. غرف اليوم كبار وبقات الغرفة. نعاود أهم معلومة هي بالنسبة للثمن، الثمن هو ابتداء من 46 مليون بالنسبة للطبق الرابع، بالنسبة للطبق الثالث حاسبينو ب 47 و 48 بالنسبة للطبق الأول. هادشي كيتواجد بمدينة مكناس وبالضبط على مقربة من واحد من أكبر الأحياء في مدينة مكناس ألا هو حي المنصور. هذه الغرفة رقم 3 اللي هي غرفة التاسعة، غرفة اللي هي كبيرة ماشي غرفة صغيرة بالبلاكار ديالها.
حاجه واحده اخرى، هذه الغرفه هذه فيها حتى البالكون ديالها، بالكون اللي هو كبير حقا هميزة. وبالنسبه للمساحه، كنظن المساحه الاجماعيه في هذا العقار وصلت شي 180 متر مربع. لان اعزائي المشاهدين، هذه هي الفرصه باش الانسان يقتني عقار اللي هو كبير بجواجهات مشمش. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عقارات مقبله ان شاء الله مع طارق.